جزاكم الله خيرا. سمعت فضيلة الشيخ من إمام وخطيب المسجد عندنا أن من أشد حقوق الوالدين أن تنظر إليهما بعين سوء يتقادح منها الشرف، وأنا كنت كذلك، ولكن عرفت بعد فوات الأوان. لقد توفيت الوالدة وسبقها أبي، فماذا أعمل؟ هل علي من توبة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، هذا من حقوق الوالدين النظر إليهما بغضب أو رفع الصوت عليهما أو غير ذلك من أنواع الإساءة. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فما حصل منك من إساءة في حق والديك وأحدهما لا شك أن ذلك معصية خطيرة، عليك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار، وما دام قد مات إن عليك أيضا أن تستغفر لهما وأن تدعو لهما وتكثر من ذلك وأن تتصدق عنهما بنية الثواب لهما، فذلك من برهما والإحسان إليهما، ولعل الله أن يكفر بهما حصل منك مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.